وصل رد الحكومة على سؤالي، وهو ما سبب تأخير نقل شركة إحجاز غوش للمواشي من لواء الجويرة، وكان الرد من الحكومة أسوأ من ردها من مطالبتي أثناء مناقشة الثقة العام 2007. يعني رد الحكومة كان حتى رد 2007 كان أفضل من رد الحكومة في هذا الأيام فيما يتعلق بنقل خارج المحافظة. يعني بدي أحكي إنه هذا الرد إنه ترحيلها جاء على غناء إنه ترحيلها في نفس اللواء في نفس المنطقة يبعد كيلومترات، هذا يعني إشي بالعكس كم يهرب من الدلف للمزرع. وتسببت هذا المزارع زارع إحجاز الغوش انبعاث روائح كريهة لكل مناطق اللواء، بالإضافة إلى حشرة الرشمانية المسببة لأمراض جلدية خطيرة، وعلى أثرها يراجع عدد كبير من المصابين بهذا الحشرة للمستشفيات. وهذا الكلام صار له قرب 30 سنة، ولا زال لواء الجويرة يعاني كارثة بيئية جراء وجود مزارع شركات المباشر. وكان قرار حكومة قد صدر عام 2007 يقضي بترحيل الشركات بعيدا عن أقرب تجمع سكاني، إلا أن القرار لم ينفذ لغاية الآن. وقد قرر وزير البيئة الأسبق تحويل ملف شركة إحجاز يغوش إلى المدعي العام بتاريخ 1/9/2012، وجاء القرار تماشيا مع نص المادة 8 من قانون حماية البيئة، وذلك باعتبار الشركة مخالفة للشروط البيئية والصحية، وعليه يتم إطلاق الشركة المخالفة بيئيا لحين تصميم أوضاعها. وقد تفاجأ قرار الحكومة بنقل الشركة إلى قرية دبة حانون، وهو مغاير لما طالب به نفس أهل اللواء الذين هم مضررين من المكره الصحية من البداية. وعليه نرفض رفضا قاطعا باسم لواء الجويرة قرار نقل شركة إحجاز غوش إلى أي منطقة بديلة داخل لواء الجويرة، ونطالب بإغلاقها ونقلها خارج اللواء، حيث هذه تقع على المثلث الذهبي وادي رم ومدينة العقبة ومدينة البقرة. يعني أعتقد أنه يعني هاي المنطقة يسوى نتحملت هذه الشركة من 30 سنة ومتحملتها أعاقة الاستثمار، ثم الآثار السلبية على المواطنين أصبحوا نسبة كبيرة مرضى، وهذا يشهد له المستشفيات الحكومية والمستشفيات العسكرية، والأثر البيئي على السياحة في وادي رم، والأثر البيئي على كل المنطقة على الزوار في العقب. أعتقد أنه أنا حابب أن أسمع رد تفصيل من الحكومة، ولا سأحول سؤالي إلى استجواب.